الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يحذر من امتحان صبر حكومة السودان بقوة الأمر الواقع، وخبراء يلوحون بالعقوبات الأمريكية. محافظ صلاح الدين يرفض المماطلة بتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي ويتابع أحداثيات الاستقرار الأمني مع قائد العمليات. بعد 24 ساعة على تأكيدات قناة صلاح الدين العثور على جثتي صيادين الكويتيين بقرية المشاعيف الحدودية مع الأنبار. العرب والكرد يتنافسون على الصوت التركماني لمنصب محافظ كركوك، وغرامة مضاعفة لكل عراقي يهدر أكثر من 200 لتر ماء يومياً. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من ركائز السيادة العراقية، أهلا بكم. قال الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب الدكتور أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن أن امتحان صبر الحكومة العراقية بسلوكيات الردع والأمر الواقع والقوة المضادة يعتبر أخطر مراحل انتهاك السيادة العراقية من قبل الجميع، ودعا الجميع إلى التعامل بمبدأ الحقوق والواجبات والمسؤوليات لا بردود الأفعال، لأن العلاقات مع دول العالم محكومة بضوابط واتفاقيات، ولا يحتاج العراق إلى أزمات جديدة، ما يفرض على الأحزاب والجماعات مسؤولية إبعاد العراق عن خط الصد المتقدم، وأن تكون جميع ردود الأفعال والمواقف خارج الأراضي العراقية. وأعرب عن تأييد كامل لموقف حكومة السوداني الممسك على الجمري برفض قصف مقرات الحشد الشعبي في بابل أو غيرها، ورفض استهداف مقرات المستشارين في الأنبار أو أربيل، مؤكدا أن قرار الدولة العراقية في الحرب والسلم تحدده السلطة المنتخبة ولا أحد سواها، مثلما لا يحق لأي دولة تعدي حدود السيادة العراقية بسلاح القوة المفرطة. ونددت الحكومة العراقية بالقصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقرات لفصائل منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، مما أسفر عن 20 ضحية، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية بمطار أربيل أدى إلى وقوع 3 إصابات بين صفوف الجيش الأمريكي. بيان الحكومة جدد التزامها منع الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة، بوصفها أعمالا عدائية تمس سيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن ترتكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن الرئيس بايدن أمر وزارة الدفاع إعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن القصف، وقرر بعدها شن ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها، وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات دون طيار. واختتمت واتسون البيان بالقول أن الرئيس لا يضع أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في طريق الأذى، وستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات. وفي مسارات متقطعة في ملف القصف والاقتصاد والدبلوماسية،
ذكر تقرير أمريكي استعداد واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على العراق، بالإضافة إلى تنفيذ تدخل عسكري مباشر داخل البلاد ضد الفصائل في حال لم تتمكن حكومة السودان من إيقاف أنشطتها ضد المصالح الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن التهديدات الأمريكية تضمنت تلاعبا بتدفق الدولار إلى العراق لفرض ضغط على حكومة بغداد، بالإضافة إلى التهديد بسحب الشركات النفطية الأمريكية من العراق وترك حقولها دون بديل، ما سيترك تأثيرا سلبيا كبيرا على الوضع الاقتصادي العراقي. التقرير أشار إلى وساطة قام بها السوداني مع قادة الفصائل لإقناعها بالتخلي عن خيار قصف القواعد الأمريكية، وقد وافقت على ذلك باستثناء فصيل أنصار الله الأوفياء وحركة النجباء وألويات سيد الشهداء وحزب الله الذين طالبوا بوقف الحرب في غزة. وفي ملف آخر، عقد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب اجتماعا موسعا مع لجان التحرير واللجنة المركزية المشكلة في المحافظة لغرض مناقشة مشاريع الأمن الغذائي بحضور معاون المحافظ للشؤون الفنية والخدمات والأعمار، وأوعز إلى العمل المشترك لرفع جميع المعوقات والتعارضات التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع، موجها للعمل بين الدوائر كفريق واحد وعمل كشوفات على المناطق التي تظهر فيها المشاكل للحيلولة دون حدوث تلكؤ أو تأخير في المشاريع. كما تم مناقشة بعض المشاريع التي يجري العمل فيها للاطلاع على نسب المنجزة ومتابعة ما تم إنجازه من أجل خدمة أهالي صلاح الدين. وفي ملف ذي صلة، زار محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا إسماعيل الهلوبة قيادة عمليات صلاح الدين، وكان باستقباله الفريق الركن عبد المحسن حاتم موسى لاستعراض الخطط الأمنية في عموم مدن المحافظة وتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. وكانت الحدود الفاصلة بين صلاح الدين والأنبار وتحديدا منطقة شمال غرب بحيرة الثرثار قد شهدت اختفاء أثر صيادين خليجيين بعد احتراق سيارتهما في المنطقة ضمن قاطع مسؤوليات عمليات صلاح الدين. وفي الملف الأمني أيضا، وبعد 24 ساعة على معلومات قناة صلاح الدين بمقتل الصيادين الكويتيين بعملية إرهابية لداعش في منطقة السكريات بين صلاح الدين والأنبار، عثرت القوات المسلحة على جثتي الصيادين داخل سيارتهما المتفحمة بقرية المشاعيف. وتختلف الروايات الأمنية بين استهداف الصيادين بقذائف مسلحي داعش بعد دخولهما منطقة غير آمنة أو تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة، لكن النتيجة واحدة وهي العثور على جثتيهما عكس تسريبات اختطافهما للمساومة السياسية والاقتصادية، فيما ينصح خبراء الميدان بتحديد حركة الصيادين الخليجيين ببوصلة ترسمها القوات الماسكة للأرض دون أي مغامرة فردية تحرج العراق. وقدمت الحكومة العراقية التعازي لحكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ولأسرتي الفقيدين أنور الضفيري وفيصل المطيري، وشددت على ضرورة التقيد بأحكام استحصال الموافقات، وأكدت أن العراق سيقوم بتسليم ونقل وإيصال الجثتين إلى ذويهم بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد. وفي الجانب الإداري أيضا، ناقش معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الفنية محمد عايد الجبوري مع أعضاء فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة الاستعدادات الجارية لإنجاز النسب المئوية للظواهر والمخاطر التي تم تشخيصها مسبقا، وأكد الاجتماع على إكمال التقرير النهائي لما يضمن نجاح عمل الفريق في محافظة صلاح الدين واستعراض النشاطات التي شارك فيها من ندوات وورش عمل وتوثيقها عبر الصفحة والموقع الرسمي لديوان المحافظة. وأوصى الاجتماع عقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لمناقشة مستجدات الاجتماع الحالي وأظهار النتائج للتقرير النهائي تمهيدا لتسليمه للجهات المعنية.
وضمن قائمة طويلة من النشاطات الحكومية، زار وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء محافظة صلاح الدين للاطلاع على مجريات العمل بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية ضمن العقد الصيني وما تشهده من تطور لافت. وحصلت المحافظة على 78 مدرسة من مجموع 1000 مدرسة بعموم العراق، وتولي إدارة المحافظة المشروع اهتماما عاليا يتناغم ونسب النجاح والمستوى العلمي لطلبتها. استقبلنا اليوم وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة المشاريع المنفذة من قبل الأمانة والمشروع الحكومي. حقيقة هذه المشاريع هي قسم من المدارس الصينية أو القرض الصيني اللي يتكون من 1000 مدرسة موزعة على عموم العراق. صلاح الدين حصلت 78 مدرسة. الآن احنا مع الوفد في زيارة للمدارس الموجودة وسط مدينة تكريت، وسوف يتجول في بقية الأقضية. نسبة الإنجاز حقيقة تتفاوت بين مدرسة وأخرى، يعني دون 80%. نتأمل هذه المدرسة أن تساعد على حقيقة حل مشاكل الازدواج في الدوام المدارس الموجودة في المحافظة. ومن الحقيقة من المفرح أن هذه المدارس تتكون من 18 صف إلى 20 صف إلى 12 صف، وتتوفر فيها المختبرات وكل المرافق اللي تخدم الطلبة. إدارة المحافظة وحكومة صلاح الدين تثمن هذه الالتفاتة من دولة رئيس الوزراء، وبنفس الوقت حقيقة نطمح أن تكون لدينا مشاريع أخرى في عموم المحافظة، ولا سيما وأن صلاح الدين حقيقة تنعم والحمد لله والشكر بالوضع السياسي المستقر والوضع الأمني، وهذا حقيقة يساعد على استقطاب الشركات الاستثمارية والشركات التي تبني المشاريع وينهض من خلالها العمران في عموم صلاح الدين. تقوم دائرة الأشغال والصيانة العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان متمثلة بالسيد مدير عام الدائرة الأستاذ علي قنيها رقعيد بالإشراف على المدارس النموذجية في صلاح الدين اللي عددها 78 مدرسة ممتدة من قضاء الشرقاط شمالا إلى الدجيل والضلوعية جنوبا. طبعا المدارس هي أربع أنواع، 12 صف و 18 صف و 24 نموذج A ونموذج B. العمل يسير بوتيرة متصاعدة. الجهة اللي تنفذ المشروع شركة سينوتك الصينية، ونسب الإنجاز حاليا يعني متقدمة ومتفاوتة بين 40 إلى أكثر من 80%. عندنا مدارس إن شاء الله خلال الشهرين القادمة بقضاء الشرقاط سوف تنجز ونسلمها، وإحنا جادين في إنجاز المشروع حتى يستفادون تلاميذنا في محافظة صلاح الدين لحاجتهم الماسة إلى المدارس. مشروع الأبنية المدرسية النموذجية هو الأول الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، وهو واحد من أهم الملفات اللي أولتها الحكومة اهتمام مباشر ببرنامجها الحكومي، وكذلك يحظى باهتمام استثنائي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. مجموع المشروع هو 1000 مدرسة موزعة على جميع المحافظات، حصة محافظة صلاح الدين 78 موزعة على كافة الوحدات الإدارية بحسب الكثافة السكانية والدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية. تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ مشاريع 1000 مدرسة في عموم العراق، منها 78 موقع في صلاح الدين، وبإشراف دائرة الأشغال والصيانة العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان بإنشاء المدارس النموذجية. عندنا في صلاح الدين 78 موقع أحجام مختلفة، 12 صف و 18 صف و 24 موزعة على الأقضية، تقريبا كل قضاء حصته حسب الأراضي اللي مسلمة، ونسب الإنجاز متفاوتة في هذه المدارس. والحمد لله أكو مدارس وصلت على وشك الإنجاز وتسلم خلال الشهر الواحد بإذن الله. المدارس يعني تنجز حسب ما مخطط لها خلال 24، وتسلم 78 موقع تقريبا خلال العام القادم إن شاء الله، موسم الدراسة للعام القادم. مدرستنا 18 صف في منطقة الديوم، تقريبا وصلنا نسبة إنجاز 60%. إن شاء الله يكون التسليم على السنة الجديدة شهر الرابع.
ونبقى بأجواء التربية والتعليم، حيث يشهد المعهد التقني بقضاء بلد طفرة نوعية بطرائق التعليم ومستوياتها العلمية، ما زاد من إقبال المتقدمين إليها. ويؤكد أكاديميون من المعهد أن إدارته تسعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والحكومة المحلية إلى بذل قصارى الجهود من أجل الوصول لمستويات أعلى ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة بمختلف المجالات العلمية. دكتور، لو نتحدث عن يعني أهمية هذا المعهد وكيف استقبلت الطلبة المسائي قسمين المساء والصباحي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا أهلا وسهلا بكم في رحاب المعهد التقني بلد كقناة فضائية صلاح الدين، ونشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم، ودائما إن شاء الله أنتم من السباقين لزيارة المعهد. جنابك جولت بأروقة المعهد وقاعات ومختبرات المعهد، وشفت طلبة الآن طلبة الدراسات الصباحية دي يدرسون من قسمي المختبرات الطبية والمحاسبة الصف الأول، وإن شاء الله بالساعة 2:30 ويبدأ جدول في الدراسات المسائية. ما يخص الأقسام الداخلية؟ الأقسام الداخلية قبل حوالي 20 يوم زارتنا لجنة وزارية بناء على كتاب وجهناه للجامعة، والجامعة خاطبة الوزارة، فبالتالي الوزارة ما قصرت في هذا الجانب، دزت لنا لجنة وزارية جولت في بنايات اللي متوفرة في قضاء بلد زين، واختارت 6 بنايات. من 3 بنايات اختارت بناية تصلح سكن للطلبة الذكور، وأيضا من 3 بنايات أخرى اختارت بناية سكن للطالبات الأناث. طبعا أكيد عندهم معايير ومتطلبات المفروض أن تتوفر بها البناية زين، وبعدين إن شاء الله يفتحوها. قسم المحاسبة من الأقسام المهمة في المعهد التقني بلد، اللي يضم مرحلتين، المرحلة الأولى والثانية، وحقيقة عدد طلابنا في المرحلة الثانية 50 طالب، أما في المرحلة الأولى الحمد لله والشكر زاد العدد هذه السنة وأصبح ما يقارب 70 طالب، لأن التسجيل لحد الآن يعني مستمر. نعم، المحافظة دعمنا ودعم كل زين حقيقة من سيادة المحافظ ونائب المحافظ، يعني بكافة الوسائل والأمور اللي يحتاجها الطالب والمعهد من البنية التحتية إلى المستلزمات اللي يحتاجها كل طالب داخل المعهد. أجواء الدراسة في معهد تقني بلد أحد تشكيلات الجامعة التقنية الوسطى في بغداد، مثل ما تعرفون يحتوي على قسمين، قسم التقنيات المحاسبة وقسم تقنيات المختبرات الطبية. طبعا القسمين تضم مجموعة من الطلبة اللي هم من سكنة مختلف المحافظات. أجواء المعهد خلينا نقول الخدمات اللي المعهد اهتم أنه يقدمها للطالب هي على مختلف الأصعدة، سواء في الأبنية أو في احنا هسه طبعا عندنا فد قاعات إضافية بالنسبة حتى تستوعب بأكبر عدد من الطلبة، وعندنا نهتم دائما بتقديم أفضل ما يمكن على مستوى المختبرات العلمية اللي هي تكون جانبها كلش مهم بالنسبة لي يعني الجو العلمي وبالنسبة للجو الدراسي للطلبة. كذلك طبعا دعم متواصل من قبل الجامعة التقنية الوسطى، توجيهات الوزارة احنا ملتزمين بها، نشاطات مستمرة من قبل طلبتنا ومن قبل الكادر التدريسي والجوانب الشعب العلمية طبعا بالمعهد، وتوجيهات السيد العميد المحترم انه دائما يحث على تقديم افضل مجهود وافضل مستوى علمي ممكن يقدم، وما نبخل على طلبتنا باي معلومة طبعا نقدمها لهم. باشر أو قبل أيام بالدوام المرحلة، يعني من طلعت القبولات بالنسبة للمرحلة الأولى، والحمد لله نتأمل بهم خير. بدينا وياهم المحاضرات، نشاطهم جيد، اندفاعهم قوي يعني ما شاء الله، وتكاتف وتعاون، وحتى بالمحاضرات عندهم قابلية يعني شلون نقول متحمسين للعام الدراسي، وإن شاء الله نتمنى لهم التفوق والنجاح. والله رسالتي أتمنى لهم الموفقية والنجاح إن شاء الله، وأتمنى أنه يعني هاي تكون الحلقة الأولى بالسلم أو الخطوة الأولى بالسلم للنجاح، وأنه يكملون دراستهم ويتعينون بالوظائف الدولة، يستفادون شيء من دراستهم الأكاديمية، وهم كلهم أبنائنا إن شاء الله وأولادنا.
وفي تكريت أقيم في مركز النشاط المدرسي التابع لتربية صلاح الدين معرض للفنون التشكيلية، شاركت فيه عدد من المدارس الابتدائية أبرزت من خلاله مواهبها بلوحات جسدت أحوال العراق والعالم ومجريات العديد من الأحداث فيهما. وحظي ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركين على تكريم خاص من قبل اللجنة المنظمة. وأكد المشرفون على المعرض أن المشاركات نالت إعجاب الكثيرين بما تناولته من موضوعات وطرق رسم. حضور اليوم معرض الرسوم للدراسة الابتدائية الخاص بقضاء تكريت صراحة كان بعض الرسوم راقي جدا بالنسبة للطلاب الدراسة الابتدائية، لوحات فنية راقية جدا معبرة عن الأحداث التي يمر بها العالم ولا يقتصر الأحداث التي يمر بها العراق. أغلب اللوحات كانت مهتمة بالأحداث السياسية فيما يخص قطاع غزة، صراحة الاهتمام واسع بالقضية الفلسطينية والشعور واسع فيما يخص القضية الفلسطينية. إدارة المديرية تحث طلبتنا الأعزاء من الدراسة الابتدائية والدراسة الإعدادية الاهتمام بالجانب الفني، الجانب الفني يعكس الجانب المشرق لطلبتنا الأعزاء. وما أبهمنا صراحة هؤلاء الطلاب لديهم أعمال فنية متميزة، بدورنا نحث ونشد على أولياء أمور والكادر التدريسي لهؤلاء الطلبة لتشجيعهم وتقديم ما يمكن تقديمه ليقدموا ما لديهم من الجوانب الفنية. إدارة المديرية مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة وستقدم لهم الرعاية الكاملة فيما يخص الجوانب الفنية والجوانب التدريسية. هذا هو معرض المدارس الابتدائية الذي تقيمه تربية محافظة صلاح الدين، والذي أشرفت عليه وزارة التربية المديرية العامة للتربية الرياضية شعبة الفنون التشكيلية. ولقد حضرنا إلى هذا المعرض حقيقة لتقييم الأداء وتقييم المشاركات التي تشارك فيها مدارس التربية في هذه المحافظة. الحقيقة وجدنا أن هنالك كثير من الطاقات والمواهب التي تستحق أن تسلط الأضواء عليها. في هذا المعرض شاركت أغلب مدارس المحافظة، وحقيقة وجدنا هنالك تنوع في المشاركات، وهنالك أساليب، وهنالك طلبة موهوبين، وهنالك تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة شاركوا في هذا المعرض، ووجدنا حضور كبير للموهوبين لرسم ما يستطيعون رسمه في هذا المعرض. الحقيقة نحن هنا كوزارة التربية أتينا لتقييم النتائج واختيار المدارس الفائزة على مستوى المحافظة، وكذلك تكريم الطلبة الموهوبين أو التلاميذ الموهوبين وتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين. دور السيد مدير عام تربية صلاح الدين الراعي الأول افتتح المعرض السنوي لرسوم تلامذة المرحلة الابتدائية لمدارس قضاء تكريت، وايضا بحضور السيد عقيل عبد مسلم مسؤول شعبه الفنون التشكيليه في وزاره التربيه ورئيس اللجنه التحكيميه لاختيار اللوحات الفائزه لغرض التاهل الى المعرض الوزاري. اليوم حقيقه عرس جمالي بامتياز، رسوم لونت وزينت جدران جاليري النشاط المدرسي، وهذا طبعا جاء بجهود معلمات التربيه الفنيه. اكتشاف الطاقات اليوم حاضر وموجود لدى هذا المعرض أو داخل أروقة هذا المعرض. هناك طلبة موهوبين أيضا لديهم فقرة رسم الحر وموجودة الآن حاليا. المدير العام مطلع على تفاصيل دقيقة داخل النشاط المدرسي، داعم حقيقي لكل المناشط التي تقيمها ومديرية التربية صلاح الدين بدعم مباشر. اليوم نعتقد هناك رسوم كثيرة تستحق التأهل إلى المرحلة القادمة إلى المعرض الوزاري، لكن نشوف اليوم القرار إلى اللجنة التحكيمية الوزارية. وفي قطاع الزراعة وأهميته في المحافظة، بيّن مدير معمل الذرة الصفراء عمر نجم استمرار استلام المحصول الذي انطلق في الثالث من الشهر الجاري حتى نهاية شهر أيار من العام 2024، وأوضح وجود مساعي لافتتاح معمل آخر بقضاء بيجي بهدف تخفيف الاكتظاظ والحفاظ على انسيابية التسليم من المزارعين والمسوقين.
بداية نرحب بكم وبمشاهدي قناة صلاح الدين. طبعا احنا في معمل الذرة الصفراء في صلاح الدين مستمرين بعمليات الاستلام من محصول الذرة الصفراء للموسم 23-24. مثل ما تلاحظ انه احنا مستمرين بعمليات الاستلام منذ 3-12 ولغاية اليوم، وراح نبقى ان شاء الله مستمرين لحد 31-5 اللي هو انتهاء موسم الذرة الصفراء. مثل ما تشوف احنا مستمرين بالعمل حتى في العطلة الرسمية لغرض امتصاص الزخم الحاصل، والحمد لله وشكرا قدرنا نمتص اكبر زخم، وان شاء الله راح نبقى مستمرين لحد ما انه نحقق اكبر قدر من الخطه. طبعا احنا في معمل الذره الصفراء قاعد نعمل بواقع شفتين لحد الساعه 12 مساء، تجفيف وتفريط الغرض من عند لتهيئة الساحات اليوم التالي غرض استلام الكميه في اليوم الاخر. مثل ما تلاحظ احنا انه استلام الخطه هي فقط محافظه صلاح الدين، لكن المواطن او الفلاح في محافظه صلاح الدين الى حق ينقل الخطه الى محافظه بابل او محافظات اخرى يعني جنوبيه اللي هي ما عندها خطه زراعيه. الاستلام مثل ما تلاحظ يعمل بانسيابيه، والحمد لله والشكر انه ما عندنا اي مشاكل معوقات ونتجاوز كل مشاكل المعوقات. طبعا الاخوه في مديريه صلاح الدين ايضا بالتعاون وياهم مديريه صلاح الدين مشكورين. وضمن النشاطات التي يؤمنها الاستقرار، احتضن قصر الثقافة والفنون بقضاء تكريت أمسية انطلاق مشروع صلاح الدين حضارة وتراث، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المواقع الأثرية بعموم المحافظة وتكريت خصوصا. وتخلل الأمسية التي شارك فيها مختصون من التراث وأعلاميون وناشطون مدنيون ندوة حول توضيح أهمية المواقع كواجهة سياحية واقتصادية تحتاج لتضافر الجهود من أجل إحيائها. أمي العيون السود مأجوز أنا، أمي العيون السود مأجوز أنا، خديت القمر نتريق منه. يقيم قصر الثقافة والفنون في محافظة صلاح الدين ندوة حوارية حول المواقع الأثرية الموجودة في محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت تحديدا. نحاول من خلال هذه الندوة أن نسلط الضوء على المواقع التراثية والأثرية الموجودة في محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت. معلوم أن مدينة تكريت محافظة صلاح الدين تسخر بالعديد من المواقع التراثية، منها ما هو آشوري ومنها ما هو مسيحي سرياني ومنها ما هو إسلامي، مثل مدينة آشور وكنيسة البوعجيل، الكنيسة الخضراء، مدينة السامراء. هاي كل المواقع نحاول من خلال الندوة أن نسلط الضوء عليها لتكون هنالك عملية جذب للسياح إلى مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين. شكرا لقناة صلاح الدين الفضائية لتغطيتها هذه الجلسة وهذه الندوة الخاصة بانطلاق مشروع صلاح الدين حضارة وتراث. هذا العنوان أكيد مهم لأبناء محافظة صلاح الدين ولكل القائمين على هذه المحافظة بأنه يكون أكو توجيه وارتقاء بواقع التاريخ والإرث الحضاري والأثري لهذه المحافظة. من واجبنا أنه نركز على أنه نحيي الأشياء الثمينة بما تمتلك هذه المحافظة من تاريخ عريق، وأيضا نعمل على أنه نرتقي بالأماكن الأثرية، وبالتأكيد هذه المحافظة غنية بالأماكن ومليئة بالأماكن الأثرية بحكم أنه هذه المدينة كمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وكمحافظة هي طاعنة في القدم. وندعو كل المجتمع بأنه يهتم ويكون إلى اهتمام بالغ، وخصوصا من مسؤولي هذه المحافظة أنه يركزون اهتمامهم بأنهم يفعلون واقع السياحة الأثرية وواقع السياحة التاريخية والحضارية لهذه المحافظة. اليوم كناشطين مهتمين بالجانب الحضاري والآثاري في محافظة صلاح الدين اجتمعنا تحت مسمى مشروع صلاح الدين حضارة وتراث. هذا المشروع يهدف إلى إبراز المعالم الأثرية الجيدة والمهملة بمحافظة صلاح الدين والعمل على إعادة تهيئتها بالشكل الجيد حتى تكون مصدر أساسي للسياحة الداخلية والخارجية بالمحافظة، وأيضا إيصال الفكرة للأجيال المتعاقبة عن أهمية التراث والحضارة بمحافظة محافظاتنا والعمل على بنائها بشكل جيد التي يليق بها كمحافظة رصينة تتميز بالاسم الثقافي والحضاري والتاريخي على مر العصور.
الحقيقة أن هذه الندوة المقامة اليوم في القصر الثقافي في مدينة تكريت هو يهدف إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية وتنشيط السياحة الأثرية في محافظة صلاح الدين، لكون أن جميع البلدان حاليا هي تهتم بالجانب السياحي والآثاري، فإن هذه الندوة تهدف إلى أن يحظى العراق ومحافظة صلاح الدين على وجه الخصوص بما ذهب إليه الدول العالمية من أجل تطوير السياحة والاهتمام بها لكي تكون مورد اقتصادي مهم. احنا فريق أرنينا التطوعي حضرنا اليوم في قصر الثقافة والفنون مشروع انطلاق صلاح الدين تراث وحضارة، فطبعا جينا وياهم دعم لمشروعهم لأنه احنا أول فريق في صلاح الدين تقريبا داعم لهذا المشروع، فنحب نطور من تراث صلاح الدين ونطور من صلاح الدين كمنطقة بحيث نطلعها بأبهى صورة بعد الخراب اللي حصل بها، وإن شاء الله يا ربي ما بقى خراب بجهود الناس الطيبة والشباب والشابات الجديد بهذا الجيل. شكرا لكم صلاح الدين الداعمين الأول لهذا المشاريع والطاقات الشبابية الجديدة. وبين الخدمات والانتخابات، حسمت مفوضية صلاح الدين قائمة الفائزين بانتخابات مجلس المحافظة بانتظار مصادقة القضاء لعقد أول جلسة لانتخاب الرئيس ونائبيه في ضوء تفاهمات سياسية مبكرة، ما يزيد من سهولة إجراءات المرحلة المقبلة. مطلعون على طبيعة المشاورات، يتوقعون تشكيلا سريعا للحكومة المحلية بكفاءات من مختلف الاختصاصات استعدادا لمرحلة كبيرة من الخدمات والأعمار ضمن أولويات وثوابت برنامج حكومة السوداني. ويقول المطلعون أن المجلس الجديد والحكومة سيكونان في مسار واحد وهدف مشترك للنهوض بواقع الخدمات بعد استفادة الجميع من العبر وأرقام صناديق الاقتراع، موضحين أن الناس ليس لهم عداوات شخصية مع السياسيين بل خلافات على مستوى الخدمات والأعمار وتشغيل العاطلين. وإلى طاولة الانتخابات، حيث المشاورات مفتوحة النسب، تنشغل القوى السياسية بإعداد توافقات حكم جديدة على نار هادئة في زمن هو الأصعب منذ 10 سنوات، بحصول الكرد على 8 مقاعد بمجلس المحافظة الجديد مقابل 6 للعرب. ويقفز إلى الواجهة سيناريو التحالف العربي مع تركمان، حيث أكد عضو التحالف العربي برهان مزهر العاصي سعي العرب للتحالف مع الجبهة التركمانية في مباحثات وحوارات حساسة جدا لم تشهدها المحافظة منذ 10 سنوات. عضو مجلس كركوك السابق عن المكون التركماني نجاة حسين يرى أن الكرد بمقاعدهم 7 بالإضافة إلى مقعد الكوتا المسيحي لا يحتاجون إلى جهة أخرى، لكن التحالف العربي صاحب 6 مقاعد يحتاج إلى تحالف مع التركمان الذين يشكلون بيضة القبان الحاسمة لتشكيل حكومة كركوك. النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مريوان نادر أكد أن حزبه قريب من كل الأطراف والاتفاق ممكن مع القوى الأخرى للحصول على صوت واحد لاستعادة منصب المحافظ للمكون الكردي. ولأن استحقاقات الاستقرار لها خصوصية في كركوك، يواصل وفد من وزارة الداخلية العراقية تحركاته لغرض استكمال إجراءات تسليم الملف الأمني بمحافظة كركوك للشرطة الاتحادية. ومن المقرر قيام الجيش خلال الأشهر 3 الأولى من العام المقبل بتسليم الملف الأمني للشرطة، فيما تقول شرطة كركوك أنه تم إنجاز 80% من الإجراءات وتم تشكيل 3 لجان لهذا الغرض تعمل على إعداد تقرير يرفع لرئيس مجلس الوزراء. المتحدث باسم شرطة كركوك المقدم عامر نوري يؤكد الاستعداد الكامل لتسلم الملف الأمني، حيث ستخرج بعدها قوات الجيش من مركز مدينة كركوك لتستقر خارجها في أقضية داقوق والدبس والحويجة. وفي دوائر الانتخابات والأمن أيضا، أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري أن انتخابات برلمان كردستان ستجري في وقتها المحدد ولا توجد أي معوقات أمام انطلاقها، وقال أن حكومة ورئاسة الإقليم على اتصال دائم مع المفوضية العليا للانتخابات وأنهم ينتظرون حكما من المحكمة الاتحادية في الطعن على عدد من مواد قانون الانتخابات في برلمان كردستان. وخصصت الحكومة الاتحادية أكثر من 43 مليار دينار لإجرائها في شباط المقبل، وخولت رئيس مجلس المفوضين صلاحية الصرف لأعمال انتخابات الإقليم.
وإلى متغيرات المشهد الاقتصادي وعلاقتها بأولويات الحكم والسياسة، شهدت السوق الموازية لبيع الدولار انخفاضا لافتا في الأيام الأخيرة، خاصة مع انخفاضه لأول مرة دون 150,000 دينار، وسط توقعات بانخفاض أكثر في الأسابيع القادمة وفق قراءات بعض الخبراء. وتفاجأ أصحاب مكاتب الصرف بالانخفاض السريع لسعر الصرف في ضوء ضبابية فيما يحدث، وكان السوق مبرمج نحو الانخفاض دون معرفة الأسباب الحقيقية، مرجحين أن يكون دولار المنازل قد لعب دورا مؤثرا مع ارتفاع إقبال الأسر على بيع ما بحوزتها من الدولار بنسبة 100% تقريبا، وأشاروا إلى تراجع الطلب على الدولار بشكل لافت، وأن تعليقات خبراء اقتصاد ومسؤولين دفعت إلى خفض السوق، بالإضافة إلى استيراد الدولار من قبل بعض المصارف الأهلية، ما فتح نوافذ أكبر للحصول على العملة. وفي دوران العجلة الاقتصادية، أعلن وزير الموارد المائية عون دياب عبد الله التوجه لتجهيز الدور السكنية بعدادات خاصة لقياس المياه المستهلكة ضمن فواتير دفع الأجور، وتحديد حصة الفرد من المياه إلى 200 لتر يوميا، منوها بأنه في حالة زيادتها ستقابلها أجورا مضاعفة. الوزير قال أيضا أن توصيات اللجنة العليا للمياه والأراضي تضمنت فرض رسوم نسبية للسقي على المزارعين لغرض استثمار بصيانة مشاريع البذل وزيادة مساحات الزراعة باستخدام منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية لتقليص الهدر بالمياه. وفي تكامل الإجراءات الرسمية، أكد وزير التجارة في حكومة كردستان كمال مسلم اعتماد الأقليم الدينار العراقي فقط في التعاملات على مستوى المنافذ الحدودية والمطارات، وقال أن إجراءات منع تداول الدولار ستشمل سوق العقارات وتجارة السيارات والأنشطة الأخرى خلال العام المقبل في حال صدر قرار بذلك من البنك المركزي العراقي، وأشار إلى التزام حكومة الإقليم بكافة التعليمات والقرارات الخاصة بتثبيت سعر صرف الدولار وزيادة قيمة الدينار العراقي. ونبقى في عالم الحسابات الاقتصادية والأمنية، فقد أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر أن إيقاف الرحلات التركية إلى مطار المدينة ملف سياسي وعسكري وليس إداري، وفيما أكد أن المباحثات مستمرة لإنهاء إيقافها، وقال أن المباحثات مع الجانب التركي مستمرة من أجل إنهاء إيقاف الرحلات الجوية التركية إلى مطار السليمانية الدولي، مؤكدا أن الرحلات التركية المتوقفة إلى المطار تم تعويضها بعشرات الرحلات الجوية والدولية الأخرى. وفي نيسان الماضي أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من السليمانية في كردستان العراق بعد قصف تركي لموكب رئيس قوات سوريا الديمقراطي بالقرب من مطار السليمانية. مستمرون في نشرتنا وفيها بعد الفاصل. إقليم كردستان يعلن ارتفاع المخزون المائي في سدوده عقب موجة الأمطار الأخيرة. تركيا تعلن تصفية مسؤول السليمانية في حزب العمال بإقليم كردستان. استمرار المعارك الضارية والاحتلال يقر بمزيد من خسائره، وحصيلة ضحايا العدوان على غزة ترتفع إلى قرابة 21,000. بعد اغتيال موسوي رئيس إيران يتوعد إسرائيل بدفع الثمن. وشويغو يعلن سيطرة القوات الروسية بالكامل على مارينكا في شرق أوكرانيا. إلى تفاصيل مجددا، أهلا بكم. أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان عن نسبة ارتفاع منسوب المياه ومخزون السدود خلال 48 ساعة الماضية، حيث كان سد كان الأعلى نسبة في الارتفاع وسد هوك الأقل من حيث كمية المياه. وأصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان بيانا حول معدل الارتفاع والخزين المائي لجميع السدود الرئيسية الثلاثة في إقليم كردستان عقب موجة الأمطار التي شهدها الإقليم. فقد ارتفع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار 77 سنتيمترا في اليومين الماضيين، وفي سد دربند خان ارتفع منسوب مياه السد بمقدار 24 سنتيمترا. وفيما يتعلق بسد هوك، أشارت وزارة الزراعة والموارد المائية إلى أنه ارتفع منسوب المياه بمقدار 20 سنتيمترا.
تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو محمد شيفا أكمان الملقب بهوز زاغروس الذي كان يتولى ما يسمى مسؤول السليمانية لدى حزب العمال الكردستاني وفقا لما نشرته وكالة الأناضول. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية أن أكمان انتمى إلى الحزب في العام 2005 وكان ينشط في صفوفه تحت ما يسمى مسؤول السليمانية شمال العراق ضمن إقليم كردستان. وذكرت المصادر ذاتها أن أكمان كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد تركيا قبل أن يقوم جهاز الاستخبارات بتحييده في عملية دقيقة. لليوم 81 يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شهدت مدن خان يونس وجباليا وغزة قصفا جويا ومدفعيا مكثفا خلف عشرات الشهداء والجرحى، في حين استمرت المعارك الضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي على عدة محاور. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي وإصابة 43 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب إلى 491 ضابطا وجنديا وفق بياناته. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20915 فلسطينيا و 54918 مصابا منذ السابع من تشرين أول الماضي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا رب مسكن يا الله. تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جعل إسرائيل تدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا. وقال رئيسي في بيان: لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف وعجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة، مضيفا أن إسرائيل ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة. وقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الاثنين. وأوردت وكالة تسنيم خبر مقتل رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا أثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق. وأوضحت أنه أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا. وأكدت وكالة إرنا الرسمية بدورها مقتل موسوي وهو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران. وأفاد سكان منطقة السيدة زينب عن سماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة دخان من منطقة مزارع قريبة. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على بلدة مارينكا في شرق أوكرانيا في أحد أهم المكاسب التي حققتها روسيا منذ السيطرة على بخموت في أيار. وتصف معظم الروايات مدينة مارينكا الواقعة جنوب غرب دونتسك المركز الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا بأنها مدينة أشباح. وقال بوتين أن السيطرة على البلدة التي كان يسكنها في السابق 10,000 شخص ستسمح للقوات الروسية بإبعاد وحدات القتال المعادية عن دونتسك.
قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها في وقت مبكر من يوم الاثنين، واصلت قوات الدفاع الأوكرانية صد العدو في منطقتي مارينكا ونوفو ميخاليفكا في منطقة دونتسك، وصدت 5 هجمات روسية، ولم تصدر تعليقات حتى الآن من أوكرانيا على آخر التطورات. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يحذر من امتحان صبر حكومة السودان بقوة الأمر الواقع، وخبراء يلوحون بالعقوبات الأمريكية. محافظ صلاح الدين يرفض المماطلة بتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي ويتابع أحداثيات الاستقرار الأمني مع قائد العمليات. بعد 24 ساعة على تأكيدات قناة صلاح الدين العثور على جثتي الصيادين الكويتيين بقرية المشاعيف الحدودية مع الأنبار. العرب والكرد يتنافسون على الصوت التركماني لمنصب محافظ كركوك، وغرامة مضاعفة لكل عراقي يهدر أكثر من 200 لتر ماء يوميا. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.